أعظم شيء يتفوق به الإنسان على كل ما في الوجود هو موهبة التحدي، الإصرار، المثابرة، وبالطبع سيكون النجاح. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى عدد جديد من برنامج الحصاد، هذا البرنامج الاقتصادي الذي تتابعونه عبر قناة الجزائر أنوان. في موسم جديد نلقاكم اليوم مشاهدينا الأفاضل، نرحب وإياكم بضيوفي لشرفون اليوم في البلاتو. أرحب بالسيد طارق جباري صاحب شركة ليدو، أهلا بك سيد طارق، وأيضا السيد طارق بشتارزي، أيضا سيد طارق متشرفين بكم. سيد طارق بشتارزي وهو المدير التجاري شركة ليدو لمواد التنظيف، شرفتونا اليوم في البلاتو. شكرا شكرا. استسمحكم فقط مشاهدينا الافاضل، الكل يعرفوا شركه ليدو لمواد التنظيف، وحتى اللي ما يعرفوش على شركه ليدو لمواد التنظيف رايحين نتعرفوا معكم مشاهدينا في هذا الورقه، ونعود واياكم تفضلوا. هذه الفكره لتاسيس هذه الشركه، شركه ليدو سهرنا عليها باش نخرجوا الجوده هذه اللي راهي فيها نعم، والديزاين اللي راهو برا، درنا ديزاين عالمي على شكل على منتوج اوروبي، درناه باش نكونوا مع منافسين تاع منتوج تاع اوروبا ان شاء الله. ما شاء الله. انا نسعى باش نخرجوا الانتاج تاعنا لافريقيا وحتى لاوروبا لا قدر الله ربي ان شاء الله. ما شاء الله. يعني حتى انا لما شاهدت هذا الفيديو الالوان والديزاين اعطى لها جماليه اكثر. هل أنتم يعني من خلال هذه المنتوجات، يعني أول شيء عملتوا عليه هو لفت انتباه المستهلك الجزائري، لأنه هذا يلعب دور كبير؟ نعم حقيقة، الدور المنتوج تريز امبورطون، باسكو الإنسان هذاك هو اللي يجلبه باش يبدا يشري المنتوج. يفو ان ترافاي ماركتينغ كي تريز امبورطون بور توت سوسيتي، ما كل شركة لازم تسعى على جلب نظر الإنسان والمستهلك للمنتوج، وذاك هو 70 ولا 90% من المبيعات. نحن سيد طارق صهر على هذا الأمر، وكان دوكا تانيك الإمكانيات اللازمة رانا نسخروها لهذا الأمر، وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. يعني حتى لما تلقى طاقم شاب يسعى ويصهر على خدمة وتقديم أحسن المنتوجات وبجودة عالمية للمستهلك الجزائري، فهذا يشجع كثير. سيد طارق نرجعوا لك فقط عن كيف تم تأسيس شركة ليدو لمواد التنظيف. شركة ليدو هذا كان بفضل، كنا نعملوا في الأسواق بدون رخصة في الوطن. نعم. بعد كنا شبان صغار على ما شاء الله. ومن بعد شغل شفنا باللي احنا الناس اللي نتعاملوا معاهم، نعم، تسمى ما كاينه كيف يقولوا لهم القابليه، كاينه القابليه، ما كاينه ثاني تسمى المدخول كاين معاهم، مي لقينا باللي شو رانا نخدموا على هواء، ما يعني ما كاش مستقبل. كاين نقود وما كاش مستقبل. حنا خممنا كنخدموا هذه الشركه تاع اسمها تيتر ليدو باش يكون عندها مستقبل للوطن والعائله كامله والمجتمع. نعم. وحتى للاقتصاد نعم. الوطني الجزائري حتى يعني الوطني. نعم. نعم. بس كنا نخدموا على هواء تما تبيع وتشد دراهم، خممنا وخدمنا شركه باش نكونوا نقدروا تقدروا تبدوا اكثر، يعني حتى اكثر، ويقعد الاسم هو اللي يتكلم على نفسه، على الجوده وعلى النوعيه، ايضا نوعيه المنتوج. يعني السؤال موجه لكم مع بعض، يعني ما هي المنتوجات اللي كانت الانطلاقه بها؟ وش من المنتوجات اللي بديتوا بها شركه ليدو انتما كمواد تنظيف؟ المنتوج الاول كان تاع الملابس. نعم. لأن عندنا جودة عالمية بسعر خيالي جدا، بسعر خيالي كما رانا نشوفوا مع بعض.
هذا هو المنتوج اللي تفضل سي طارق، هذا هو المنتوج الخاص بالملابس. هذا هو المنتوج اللي المنتوج الاول اللي تعاملنا به. هذا المنتوج كان ديزاين تاعو شكل اوروبي، حتى الفعاليه تاعو مش موجود داخل اوروبي 100%. ما شاء الله. والجوده تاعو عاليه بسعر نصف المنتوج الاوروبي. نعم، يعني نصف المواد اللي راهي متواجده فيه، يعني اهميتها ويعني وقيمتها اكثر من ممكن الثمن ديالها. هذا المنتوج ينافس منتوجات اوروبيه اولا. ما شاء الله. ماهوش منتوج ينافس السلع الوطنيه. الوطنيه نعم. عندنا منتوجات ينافسوا السلع الوطنيه. نعم، وعندكم منتوجات اخرى يعني بغض النظر على منتوج هذا المنتوج يعني الخاص بالملابس. عندنا منتوجات اخرى تاع الملابس. نعم تفضل. هذا المنتوج هو رقم واحد عند شركه سي البريميوم. يعني انتم عندكم حتى ممكن عندكم معاه ذكريات، لانه كانت الانطلاقه بهذا المنتوج واللي ممكن حتى مشى كثير يعني في السوق. مشى كثير وكانت لنا اكثريه الدعاء منه، كنا نقسمنا بزاف دعاء النساء ما شاء الله منه هدايا. بس كون منتوج عالمي عالمي بالطبع، ماشي نهضروا باش كما يقولوا نمدحوا نفسنا. وهي حقيقه يعني لما المستهلك هو اللي يعطيك الراي تاعو الخاص، فهذاك هو الاساس يعني، لانه راهو يعمل به وجربه وشاف وش فيه النتيجه ايضا. هو المنتوج ليدو هدايا كانت مفخره لشركه ليدو، باسكو عملوا منتوج جوده عاليه معايير عالميه وبأيادي جزائرية. ثم الإنسان تقدر تقول هي مفخرة لشركة ليدو. سي ان برودوي كي بو اتر اكسبورتي، رانا نسعاو على الاكسبورتاسيون تسمى التصدير، وبربي ان شاء الله ينافس ثانيك الشركات اخرى او منتوج اللي راهم في العالم. دونك عندنا الاكسبورتاسيون باذن الله نحو اوروبا ونحو افريقيا، وعندنا طلبات منه ومن جميع المنتوجات تاع ليدو حاليا. هذه هي باذن الله بالتوفيق. بالتوفيق طبعا. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وايضا بمجهوداتكم وبكل طاقمكم اللي يسعى لخدمه وتشريف المنتوج الوطني والجزائر ككل إن شاء الله. ولاية بوبرداس كما يعلم الجميع اليوم أصبحت ولاية كما نقول ولاية صناعية بامتياز. أنتم كشركة ليدو يعني هل وجدتوا بدعم خاص من طرف السلطات في تحقيق مشروعكم، وبالأخص لأنه نعرف أنه بداية المشروع تكون نوعا ما صعبة؟ حد الآن ما احنا ما طلبناش السلطات باش تساعدنا. نعم. مش على اساس احنا قويين ولا عارف صح، اما لحد الان المستوى تاعنا ماناش حابين نطلبوا فوق حقنا. احنا قد ما نافونسيو نتقدموا للامام راح نكونوا نطلبوا نحوسوا نطلبوا طلبات تاعنا. لحد الان نعم. مازال ما سحقيناش، مي حاجه الوثائق ولا لقينا سهوله الحمد لله. الحمد لله. اداره الحمد لله ما عندناش اشكال كاع معاهم. اداره يعاونونا يساعدونا، وهذا هو الامر الاول اللي طلبناه احنا كشباب. شباب نعم. وعندنا جهود نعملوا باش نقووا روحنا بانفسنا ان شاء الله. ونطلبوا ثاني ما نقولوش احنا ما نسحقوش الدوله نسحقها. نعم. هي الاساس. بالطبع. الشركه ما تكونش عندك بالطبع. دوله تدعمك ما نعم ما تقدرش تتعامل. مي الحمد لله لحد الان ما نسحقينا امور، مي مازال الوقت تاعهم باش نطلبوهم من عند إن شاء الله. على الحديث عن فقط أنه دعم الدولة وبدعم من رئيس الجمهورية للمستثمرين الجزائريين وفتح المجال أيضا للمناطق الصناعية للشركات وتسهيل مهامها باش تقدر تتقدم أكثر وأكثر أكثر، هل أنتم كشركة عندكم مقر خاص بكم مقدم بالطبع من طرف الدولة؟ احنا لحد الان ما عندناش مقر خاص بينا، لي من طرف الدوله ولي من طرف نحنا. المقر هذا ماجور. نعم. والامر الاجر
الناس قاعدة تعرف الأجر وش راح يكون، نعم تمنى يكون الكراء يكون غالي غالي كثير. نعم وزيادة درنا طالب بالأجر من عند الدولة، مي الظروف اللي راهي فيها الدولة تما مازال ما طبقتش وش طلب الرئيس لحد الآن، نعم تما 100% مش يقولوش ما وش طلب الرئيس ما نعم هي في بداية تطبيق هي هذا نعم نعم فوالا، مي الحمد لله أنا نطمحوا باللي حيكون فيه جديد إن شاء الله. إن شاء الله. عندك إضافة سي طارق؟ عندي تفضل. إضافة نعم، إضافتي هي نكمل في الموضوع هذا. أولا نشكركم على الاستضافة والحوار هذا الشيق. ثانيا نشكر ونحيي بالمناسبة هذه سيد الرئيس الجمهورية اللي راهو يسعى مع الشباب هدايا لتطوير كل المنتوجات الجزائرية أو شركات جزائرية وشباب يسهروا الحمد لله، والسلطات العليا تاني يعني كاين الناس في الخفاء تاني عندهم عمل كبير، كسوسوا الصحافة كسوسوا نتكلموا على الصحافة نتكلموا على الناس اللي راهم كل واحد في مكانه تبارك الله. احنا درك الانسان باش تطور شركة لازم دعم دعم دعم، نامبورت كي سوسيتي دون الموند اونتي لازم لها دعم، تحتاج دعم من عند السلطات، تحتاج دعم من عند رجال من عند نساء، دعم من عند شركات اخرى من عند دي اسوسياسيون، والشركه ثاني رايحه تدعم الناس كامل، تدعم الصحافه رايحه تدعم الانتاج، وبربي ان شاء الله بالايادي الجزائريه رانا نقلصوا بخدمتنا والشيء اللي رانا نحطوه نقلصوا من الشوماج، نقلصوا نخدموا الرجال والنساء تاع الجزائريين. دونك هذا الدعم اللي امبورطون Il est important pour les sociétés hadouma, des jeunes entrepreneurs qui veulent réussir dans leur vie. Ma habou yinjhou fi lhayat hadi. Lyoum rais jomhouria tbarakallah rahom dazou tani k li startup. Tma parce que kan andna bzaf jazairiyin chabiba rahom najhin Allah ybarak w yelqaw araqil. Araqil hadou bdaou yrouhou ma lwaqt. Hna drk k sharika nahtajou parce que drk yqad fi lkra. Lkra w chnou ma yqdar c'est toute une usine, c'est sharika فيها خدامين فيها ماشينات فيها تريسيتي فيها الماء فيها كذا، ايماجين كل عامين ولا عام ولا ثلاث سنين لازم يبدل منطقه شارجي هذا كاميون هذا سوسي بدل عاود كل البروسيس اون فيريتي يروح. دونك الشركه كي تكون عندها الطراب تاعها وعندها المقر لمده 5 ولا 10 سنين هذا سي لو مينيموم، ما تكون غير الا في تطور، ما تكون غير الا في تطور. سي جباري الحق سهر وكان عنده هذا تبارك الله نقدر نقوله القوة باش راهو يقاوم ويتحدى بزاف حوايج وأمورات باش يقدر يلحق. اليوم راهو في مرحلة وين الحمد لله يا ربي يعطي جودة، يعطي منتوج ذات جودة للمواطن الجزائري، ويطمح بإذن الله باش يزيد يطور ويكبر شركة، ويطمح باش يصدروا للخارج ويكون منافس من المنافسين الأقوياء في هذه البلاد. منافسة ما تكون غير سكون أبيل أون فرونسي يقولوا إن كونكورونس لويال، تسمى باش نطوروا كامل الجزائريين الجديد، نجيبوا الجديد للجزائر. دونك حنا هو يطمح في هذا الشيء ويسحق الدعم، لحقنا النقطة تاع لازم الدعم السلطات وبيان الدولة وبيان لازم درك لحقنا لهذا لو بوين. تما سي بور لا كونتينيتي دو سيت انتربريز باش الانسان يكمل، ما نقولكمش باللي راهو فاشل، لا الحمد لله يا ربي رانا لاحقين، مي بفضل الدعم باذن الله نزيدوا نديروا قفزة كبيرة، قفزة كبيرة في المنتوج تاعنا بحول الله. احنا نتمناو انه من خلال هذا المنبر لما لا تلقى دعم اكثر، ويكون دعم من طرف الدولة حتى تقديم ممكن أفضل المنتوجات، وحتى ممكن اليوم لأنه مثل الشركات اللي راهي اليوم تساعد وتساهم أيضا في تخفيف البطالة وحتى في تشغيل شبابنا خريجي الجامعات. تمام نعم نعم. هل أنتم يعني كشركة كيفاش كانت بداية الانطلاقة تاعكم مع العمال؟ كان عندكم عاملين كثر يعني؟ كانوا عندكم بزاف العمال في البداية؟
في البداية بدينا ب 5 عمال ما شاء الله. ولحد الآن الحمد لله رانا لحقين حتى نقدر نقولوا حتى 47 عامل اللي راهو معانا ما شاء الله. أكتيف. عندنا عمال أكتيف, أكتيف هادو, وعندنا عمال تما فاتحين بيبان واحد اخرين, عندنا لي ديستريبيتور تما اور ولاية, حتى هادوك فاتحين بيبان العمال اخرين يعني ونعاونوهم باش الانسان في شركة ما يخممش غير الشركة تما نقولوا الشركة اون المام تما عندك العمال تاعك المصنع وتحبس دم, لا, شركة كي تدير عندها مصنع وعندها راهي تشغل مواطنين اخرى, تشغل دي سوبرات, تشغل دي ديستريبيوتور, تشغل دي اكسبورتاتور, تشغل تحيي انعاش اقتصادي طريز امبورطون بور اون اوزين. الوقت الحالي باش دير اوزين لازم كوراج كبير, لازم كوراج كبير, وكي تلحق لهذاك الكوراج وتزيد تلقى ان شاء الله تبارك الله بفضل السلطات اللي راهم يسهروا على هذه الامورات الانسان يلحق تاني كلام بقى كبير. الناس راهي تشكي من البطاله, تشكي من الشغل ما كاش, تشكي باللي البرودوي ماوش يلحق, تشكي من امورات. حنا الحمد لله في الجزائر كاين بلدان اجنبيه يشوفونا كبلد مصنع, الحمد لله رانا درنا خطوه كبيره, خطوه كبيره, خطوه كبيره, وزيد في ظرف زمن قصير يعني قصير. احنا الحمد لله تما الناس يا يدي شهداء توفوا على هذه البلاد, كاين رجال رفدوا لورولي, واليوم الحمد لله يا ربي ولينا نخموا على امورات بزاف, امورات تصدير, امورات باش ما نهربوا على النفط والغاز, نبداو نصدروا هذا الكاطو, هذا لي ديتيرجون, نصدروا امورات اخرى. ثقافتنا تلحق البلدان الاخرى بمعايير أجنبية عالمية. نعم, على ذكرك فقط سيد طارق, هذه الشركات كيف عليك تقولي جاتو وشركات تاعكم أيضا لمواد تنظيف, نذكركم مشاهدينا الأفاضل أنه هذا البرنامج برعاية سارل بيسكوي فارس المعروفة بمنتوجات بشركة أتلانتيس, والمنتوج اللي راه متوفر معنا متواجد معنا وهو الراعي الرسمي للبرنامج جود داي للسيد بوجليده السفياني, نشكره كثير على دعمه الدائم لمثل هذه البرامج الاقتصاديه. وحتى حبيتكم تشوفوا هذا المنتوج, يعني تفضل سيد طارق, هو منتوج هذا الشاب سفيان, يعني فكرة المنتوج نتاعو كانت الانطلاقة في وقت لما ما كانش كاين الاستيراد في الجزائر, ففكر في فكرة أنه لما لا يكون منتوج وطني جزائري ولكن بمعايير وبجودة عالمية. فكان هذا المنتوج وأيضا هذا الشاب الطموح سفيان اللي كانت الانطلاقة ب40 عامل إلى يعني حتى هو ما عندوش سنوات كثيرة في هذا المجال, يعني في بداية انطلاقة الشركة نتاعو, لكن لحد اليوم من 40 عامل أصبح 100 عامل, فهذا يعني شيء كما نقولوا جميل يعني. وحتى هو أيضا راه متواجد في ولاية البوليدة ما شاء الله ما شاء الله في البوليدة والله الأخت محترمة يعطيك صحة. المنتوج هذا كي شتوك قريت جود داي تبارك الله, إن شاء الله يكون نهار زين تاني اليوم إن شاء الله إن شاء الله يكون إن إكسلنت جورني. الله يبارك المنتوج ما شاء الله ما شاء الله عليه, نتمنوا له التوفيق, نتمنوا له التوفيق. لومبالا شباب لي تيكتاش كاين كلش, إنسان ما يحشمش به يعطيه الصحة, هي شوف ربي صراحة وفقه. إن شاء الله والتوفيق لكم أيضا. شكرا. هي لما تشوف المنتوج هذا في البداية, أنا يعني بين الناس اللي أول مرة شفت هذا المنتوج ما كنتش عارفة أنه منتوج يعني مخدوم هنا في بلدنا, صح ضميت أنه منتوج يعني مستورد يعني خلعنا وشنو ولكن لما عرفت أنه هذا المنتوج هو منتوج وطني فوالله هذا فخر لنا, وإحنا مثل هاد الشباب ومثلكم أنتوما للاقتصاد تاعنا يتطور الحمد لله وينجح الحمد لله. ولما لا يروح للعالمية الحمد لله ان شاء الله. لا ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله. الشباب الجزائري عنده طموحات وعنده قدرات باش يقدر يمد للوطن هذا والبلاد هذه, باسكو احنا اصلنا رانا ولاد مجاهدين ولاد شهداء, صح
تما هذا الاعتزاز هذا راح يتوجر راح يعاوننا باش نمدوا فينا نمدوا للقدام حنا الحمد لله. تما انا ما نقدرش ما نحيرش كي نشوف منتوج هكذا شباب ويقولوا لي تاع البلاد دي تاع الجزائر باسكو على بالي بلي حنا نقدروا نمدوا اكثر. صح طبعا الحمد لله الانسان هذا خدم حاجه شابه وصاحبا منتوج عالمي والحمد لله لما نسعوش حنا نولوا عالميين ولا يهضروا علينا ماشي حاجه كبيره. صح ان شاء الله ليس الانسان ما يقولوا يقدروا يعاونونا الدوله وتسعه توقف معانا باسكو نروحوا حنا نروحوا للدوله والدوله تولي للشعب. بالطبع بالطبع لازم يكون انسجام هذا الزوج باش نقدروا نافونسيو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. استسمحكم مشاهدينا على فاضل نذهب واياكم الى فاصل قصير ونعود لنواصل ما بقي من الحصد. نعود وإياكم مشاهدينا الأفاضل إلى بلاتو الحصاد. ضيوفي اليوم لكل من التحق بنا اللحظة يرافقني اليوم وسعدت جدا باستضافتهما السيد طارق جباري صاحب شركة ليدو لمواد التنظيف، مرحبا بك معنا مجددا. وأيضا سعداء جدا باستضافة السيد طارق بشتارزي المدير أيضا بشركة ليدو. بارك الله فيك. شكرا. على الحديث عن هذه الشركة، هذه الشركة التي فتحت المجال لشباب جزائريين ومنحتهم مناصب شغل. سؤالي هو لسيد طارق بشتارزي، يعني كيف هو تعامل سيد جباري رفقة يعني العمال عمال الشركة؟ سؤال وعر. حطيناك في موقف محرج نوعا ما. ما في مشكل. والله الحمد لله انا عندي درك ظرف زمان ماهوش كبير بزاف في وسط هذه الشركه. الحمد لله كان تواضع كبير عندنا. المدير العام تاعنا سي جباري متواضع لحد ما شاء الله. عندنا جو عائلي، عندنا نساء يخدموا معنا، عندنا رجال يخدموا معنا، عندنا شبيبه كاين دي زيتوديون يخدموا معنا. والله كي ندخلوا في وسط الشركه ما نعرفوا وين راهو المدير وين راهو الخدام. وتبارك الله بصفته كمدير شركه وتربيته الحمد لله يا ربي الناس كل تجربه باش تطور هذه الشركه. كامل يعطوا راي، كامل يحبوا يخدموا، كامل يحبوا يجروا، كي يطلب ساعات اضافيه ما كاش اللي يقول لا. الحمد لله يا ربي راجل بمعنى الكلمه. فوالا راجل بمعنى الكلمه ما شاء الله. نتمنى له احنا التوفيق كعمال ونشكركم على هذه الاستضافه اونكور اون فوا. شكرا على سي لا بروميير فوا احنا نجو، اول مره نحضروا لهاد ان بلاطو. والله كي نتكلموا على طارق حكايه كبيره حكايه كبيره. الحمد لله يا ربي ما شفنا منه غير الخير ما شاء الله. حتى السيد جباري يعني لما صاحب الشركه، لما صاحب الشركه يكون انسان متواضع مثلكم يعني ما شاء الله، ولما يعامل العمال اللي عنده هم اخوه هم اصحاب الشركه ايضا رايح يلقى مجهودات اكثر، حتى الطاقم يمد له كل ما افضل ما لديه. يعني وش رايك في هذه الفكره؟ الحمد لله الحمد لله هذا الفضل من عند الله سبحانه، لان العمال هادو انا اعتبرهم اخوه واصدقاء. كاين طريقه العمل اللي نتعامل معاهم بها هي نكونوا اخوه ويد واحده. ما نحبش انا واحد يكون مسؤول ولا يكون صغير ولا في العمل يرفد صوته على اخوه، ولا ماذا بيا يكونوا يد واحده ويتعاونوا. وهذه لاباس تاع حنا، لاباس اللي دايرين في الشركه، نهضروا كلمه واحده ويكون الاراء مختلفه وما يكونش انسان طالع على انسان. نعم. يكونوا غا سواسيه ونخرجوا باراء لمصلحه الشركه ومصلحه الجميع. والحمد لله ما لحد الان احنا شباب ونعرفوا الشباب تاعنا تاع تركا، نسراو لنا الشباب نجيبوا عمال جدد. نعم. ويكون عندنا معاهم مشاكل، ما نقولوش ما عندناش مشاكل، بالطبع تفاهم ساعات. نعم. والحمد لله يكون اصلاح يكون سريع بدون ما نخسروا حتى عرسه، ما نخسروا الانسان هذاك، ما نخسروا. نعم. في العمل ما نضيعوا الوقت على العمل. والحمد لله لحد الان مازال ما
ما طلبتش عفسه من العمال ورفضوها عليه. الحمد لله. هذا هما انا كل حار انا كيف كيف، حتى هما كيطلبوا على عفسه مني نحس هكا طلبها لي كاخ ماكش كعامل صح. ولا نسي البوسي بتاعي باش نقدر نعاونهم ونعيشوا اجواء تمام هنيين في حياتنا، تكونوا حتى اجواء العمل فيها راحه. راح احنا ماشي غير العمل برك، حتى الحياه اليوميه تاعهم ماذا بيا يكون فيها راحه. ما شاء الله تمام، ماذا بيا يكونوا مثلا مرتاحين فيها مع عيالهم مع، بس اغلبيه العمال اللي معايا نقدر نقول لك باللي انا هو الصغير فيهم كاع في العمال. ما شاء الله العمال كاع يكونوا كبار وعندهم اولادهم عندهم عائلات اسر يعني وعندهم سهرانين عليهم تما باش جاو يعملوا تما ناويين الخير. نعم سان جان اونتربرونور الله يبارك بطموحات كبار ما شاء الله. الحمد لله يا رب تما نسعوا دائما للافضل. وحتى سيد جباري لما تكون انت انسان بهذه المواصفات بهذه الاخلاق فكون اكيد انه الطاقم اللي يخدم معك راح يقدم لك افضل ما لديه ويقدم لك ايضا احسن وافضل جوده، وحتى الشركه تكون فيها استمراريه للمستقبل لما لا. الحمد لله. أيضا فقط لا يفوتني أننا نحن اليوم بحول الله على أبواب الشهر الفضيل، يعني هل تحضرون لمنتوجات جديدة أو أفكار أخرى يعني تقدمونها في أو تطرحونها في السوق الوطنية بحول الله؟ السؤال إلى مطروح لي راني هنا لكم يعني مع بعض. لا ما كاش مشكل السؤال هدايا، احنا درك بعون سي جباري والطاقم الاقتصادي والسيرفيس ماركتينغ، دونك رفدنا قرار بيان سور مع السي جباري باش درنا دي بروموسيون. بدينا صافي درك عندنا 4 ايام ولا 5 ايام نقدر نقول صافي 5 شهور درنا دي بروموسيون، دونك كاين دي برودوي رانا نمدوهم غراتوي تسمى نمدوهم مجانيين في كل شراء تاع برودوي تاع ليدو تاع لا ماشين، دونك البرودوي ماشين سورتو نمدو معاه حاجه غراتويت، دونك كاين غسول الاواني ولا الجافيل باذن الله، وكاين ثاني غسول الايدي تما هادو نمدوهم غراتويتمون للمواطن الجزائري، دونك يشري هو ان برودوي دو ماشين اون لي اوفر ان دو نو برودوي غراتويتمون. الانسان تما راهو ينقص من الفايده تاعو باش يعاون مواطن جزائري، والمام البرودوي اللي حطيناه اون غراتويتي سي با ان برودوي اللي راح يرميه، او كونترير راح يستعمله ويسحقه في هذه الايام تاع رمضان وتاع المواسم هادو اللي راهم جايين. دونك وهاد البروموسيون باذن الله رايحه تدوم هاد الخمس ايام حتى ان شاء الله فاتح من رمضان باذن الله. تما كان شاري كان دي سوبرات داروا دي لايف داروا اشهار لعمرهم باش يكون عندهم استقبال كبير أيضاً من اقبال كبير من عند المواطنين. الحمد لله فوالا. كان اقبال والحمد لله. احنا حبينا شغل سعينا باش نزيدوا نخدموا منتوج واحد اخرين. نعم مي الوقت ما يكفاناش وما شاح يسمح لنا الوقت، عاودنا تطرقنا باش نعاونوا الشعب باسكو رانا نجوزوا بظروف معيشيه صعبة نوعا ما. نعم. من جهة الشعب، وإحنا رانا شعب مثلهم مثلنا. بالطبع حتى سيد جباري خلال فترة الكورونا فهذا أثر على العالم بأكمله يعني في الاقتصاد يعني والحمد لله في الجزائر يعني تسعى السلطات ويسعى حتى أصحاب شركات مثلكم دائما في توفير ويخموا كثير في المستهلك الجزائري. والله غير زاد تعبنا ولينا نخمو عليهم بالك اكثر. نعم اكثر بزاف، دائما نسيو ما نخلصولهمش الجوده تاع المنتوج. نعم ونقصوا دائما الفائده تاعنا نعم من داك ما عندناش فائده ونعملوا معاهم على ذكر تفضل السي طارق عندك تعلمت كلمه كانوا يقولها جدودنا بكري يا اخي، يقول لك تاكل في القصعه خير ملي تاكل في الصحن. كي تاكلي في الصحن تسمى كي لاسيت اون فرونسي سي كو الناس ما تشبعش، بصح كي تكون عائله كامله ملمومه في قصعه تاع الجفنه كما يقولوا لها تاع طعام الناس تشبع وتطيح البركه. سي ليدو سي جباري هذاك هو البرانسيب تاعو، يقول لك لازم الشعب هدايا يعيش معايا وانا نعيش معاه باش ان شاء الله نطور الشركه وشركات تكبر باسم الشعب. الشعب نعم ما شاء الله ما شاء الله. على ذكر الشعب والمستهلك يعني بكل صراحة كيف هي الأثمان
بالنسبه لمنتوجاتكم؟ اتمان هما سهر عليهم سي جباري باش يكون منتوج عالمي الثمن بمتناول كامل تبارك الله الحمد لله بارابور لا كونكورونس اللي عندنا تما لا كونكورونس الاثمان راهي بمتناول الشعب الجزائري بمتناول البورصه الجزائريه دونك بارابور لا كاليتي باسكو بور لا ميم كاليتي بالك تلقاي دوتر برودوي كي سون بلو شير بون كل واحد عنده لي شارج تاعو كل واحد شريكته كل واحد كيفاش كل واحد لا بوليتيك تاعو كل واحد كيفاش يحب يكبر هاد الشركه احنا منتوج تاعنا ليدو الحق الحمد لله يا ربي راهو بمتناول الشعب والمواطن الجزائري تما الانسان كي يشريه كاين اللي يجيه غالي وكاين اللي يجيه بسعر مليح الغالي هذا ما عرفناش وشنو هو احنا ما عندناش ان بارام تاع الغالي في بلادنا تلقايه مواطن بسيط بالك يشري حاجه غاليه باسكو منفعته هو وكان مواطن يكون لاباس به يشري حاجه رخيصه باسكو مليحه دونك كل واحد ما عندناش هذا المعايير هادو ملي في الجزائر اون فيريتي مي بصح سي اون بارل دو نوتر برودوي سي ان برودوي دو كاليتي افيك ان بري ريزونابل اي 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 على لا بورصه الجزائريه ما شاء الله. اليوم يعني في السوق الجزائرية هناك شركات كثيرة بهذه المنتوجات وأيضا بمنتوجات ونقدر نقول أنه ممكن في هذه الحالة يكون تنافس شديد بين هذه الشركات. هل تشوفوا أنه لما تكون شركات مثل هذه كثيرة في السوق هي تشكل تنافس لشركات أخرى باش يقدموا منتوج أفضل؟ إلا نتكلموا على التنافس نعم التنافس كل واحد كيفاش يشوفه انا بيرسونيلمون او طون كو ريسبونسابل كوميرسيال دو لا سوسيتي ليدو اكطويلمون التنافس انا هذا نسموهم لي كونفرير وما يسموني منافس وانا نقولو كونفرير باسكو كل ما نكونوش حنا وهما في السوق راهو ما كاش راح نديرو بلاصه لناس واحد اخرين صح سواء اجنبيين سواء كذا سواء والتنافس هذا انايا لي كونستركتيف وعلاش كونستركتيف ما رايح المنتوج غير باش نحسنوه هما يحسنوا منتوجهم حنا نحسنوا منتوجنا ونمدوا منتوج موافق ومليح لاسرنا الاسره تاعنا والجزائر والكونسوماتور اكسيتيرا دونك انا التنافس هذا ما يجينيش حاجه كبيره ولا واعره وسنة وراو دير بروموسيون ودير لا انا بور مو سيت ان مارشي عندنا الشعب عندنا فيه دي برودوي نتنافسوا لمستقبل زاهد ولتقديم افضل منتوجات افضل منتوجات بارك الله فيك ما شاء الله هذاك ولازم نسهروا على هذا الشيء نعم على هذا الفكره بالضبط يعني اعود الى سيد جباري سيد جباري لكل منا و هناك شباب كان عندهم أهداف طموحات لكن ما لقوش الدعم ما لقوش السند حتى الخطوة الأولى من لما باش يخطي الخطوة الأولى لمشروعه يخاف أنه يدير المشروع هذا من كان أول سند ليك وداعم ليك إلى غاية اليوم الحمد لله أنا عند الأم تاعي نوجه لها تحية للوالدة ربي يحفظها تحية. إن شاء الله ما شاء الله ربي يحفظها إن شاء الله إن شاء الله يا رب الأم تاعي تدعي لي بزاف ومعاملتني بزاف في حياتي والحمد لله الإنسان كي يكون يسعى ويخدم على نية خالصة ربي يوفقه ستؤكد طاعة رضاية الوالدين نعم هما الصح باقي كما يقولوا ما تسنى ما تقدرش تسنى التدعيم لازم ديماري ومن بعد كي كتب لك ربي التدعيم يجي وحده وكل حاجة تجي وحدها بالطبع الإنسان صح. يكون داير رضاية الوالدين تكون نية تاعو خالصة بالعمل هذا الحلي عمله نعم. وكي تقبل كي دخل تاني كما يقولوا النقود تاعو تكون نيته خالصة وكيفاش راح يصرفهم من الاول قبل ما يشدهم لازم تكون نية تاعو خالصة وربي يوفقه ما شحي بس هذه الامور يرجعوا لربي سبحانه ما كان حتى توفيق من الله يقدر نعم. يغير المعطيات تاع نعم. ربي سبحانه سبحانه نعم هل من خلال هذه الفترة لتأسيس شركتكم لقيتوا صعوبات إعاقات مشاكل ممكن خلاتكم يعني خلات لكم البعض من الأثر ما خلاتكمش يعني تتقدموا كثير أو أكثر أنا كمر الشركة أتمنى احنا بدينا الشركة تاعنا جت احنا بدينا في الفترة تاع وراء الكورونا كانت صعوبة كبيرة من
مد الماتيريال الاوليه المواد الاوليه نعم المواد الاوليه كان طلعت الثمن تاعها ثمن نعم باهت باهت بزاف حقت حتى 150% الثمن السابق نعم وكانت عندنا صعوبه كبيره باش نديروا الثمن باش نبيعوه للشعب نعم حتى وين قعدنا حبسنا حتى 3 شهور 4 شهور وحنا نشوفوا السوق هذه الوطنيه وانا رايحين بها بس كنا متخيلناش باللي الثمن هذا يطلع لهذاك الاثمان نعم وعندنا صعوبات ثاني مع لامبورطاسيون مع الرئيس تاعنا حبس لامبورطاسيون نعم ومن حقه يحبس لامبورطاسيون على كل حال هو ادرى كما يقولوا هو ادرى واش يدير مي صار اشكال كبير احنا في هذيك المرحله نعم وعندنا ثاني اشكاليه كبيره اللي احنا الشعب الجزائري يحب منتوج يكون معروف على التلفاز معروف على يعني اعلاميا اعلاميا نعم عندنا هذا الاشكال هنايا ما الاشكال اللي نهضروا عليه تسمى احنا اغلبيه الشركات اللي راهم عندهم اللي راهم يجوزوا الاعلام وراهم يجوزوا الشركات مدعمين وشركات كما نقولوا الله يبارك ربي يوفقهم ان شاء الله ويوفق المؤمنين ان شاء الله وشركات تسمى عندهم اسماء في الاسواق السوق نعم تسمى باش يكون شاب طموح كيما رانا احنا نسعاو باش نقدروا ندخلوا لمالكم الخاص يعني الخاص نعم حتكون عندنا صعوبات كبيره وراح يكون عندنا اشكال كبير مي الحمد لله احنا كيما نقولوا شركه ديتال ليدو ما عندهاش مشاكل من هذه الامور الحمد لله راضيين بالقدر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله رانا نتقدموا مرحلة على مرحلة نعم إن شاء الله يكون الدعم قريبا بحول الله لما لا يعني الله. مثل كان الدعم لشركات أخرى نتمنى وإحنا أيضا من هذا المنبر أن تكون دعم أيضا لشركتكم لهذه الشركة الطموحة هذا الشباب اللي يسعى لخدمة الوطن يسعى لخدمة الاقتصاد الوطني إن شاء الله ماذا بينا يكون تدعيم ماذا بينا يكون تدعيم في مرحلة تكون حلال بس كل إنسان هذا ما حيخلص في الدنيا هذه نعم بالطبع لازم الانسان يعيش ما طه ربي ما مش حابين ندخلوا من جهه الربا ومن جهه ما الانسان من نروحوا من جهه الربا نقعدوا ورانا افضل افضل ونحبوا نزدونا هبطه وكاع افضل نتمنى ان شاء الله ماذا بينا الدوله لا كتب لها ربي ان شاء الله عاونتنا تعاونا بطريقه هي والله احنا متفائلين خير كبير وتبارك الله اول حصه تاعكم تاع الموسم هذا استضفتونا شكرا وثانيه فعل خير واحد اخر اللي زدت شفته اليوم سيف في البيسكوي هذا اللي جبتوه تبارك الله واسمه جود داي صح جود داي نعم جود داي دونك نهار زين ان شاء الله يكون نهارنا زين وان شاء الله من هذا المنبر ان شاء الله ومن هذا الحصه ان شاء الله يكون عندنا الخير كبير ثاني ان شاء الله يا رب احنا طموحين والطموح هذا ما راح يحبس والحمد لله يا ربي الحمد لله احنا نتمنىكم كل التوفيق والنجاح ما هي سيد جباري سيد بشطرزي اهم اهدافكم اهم يعني الامور اللي تسعوا لتحقيقها مستقبلا بحول الله او في الايام القادمه بحول الله احنا شركه ليدو انا ما لي شخصيا مدى بيا هذه المنتوج هذا في نفسه بها منتوجات يكونوا عالمية بس هذه ماش صعوبة كبيرة ولا نعم. ما قلت لك من الأول إحنا رانا جزائريين ولا شو هذا ما تسمى كن حبوا عبسها ولا نقدروا عليها بكل افتخار نقول عليك تسمى إحنا الشعب نقدروا على كل شيء نقدروا نحطموا كل كما يقولوا الحواجز صعوبات والحواجز نعم الحمد لله ما شاء الله وهذه هي وزد تفضل سيد بشطرزي طموحاتنا كبار بزاف ما شاء الله كبار بزاف الحمد لله يا ربي الانسان لازم يحط بارير تما يحط بارير تاع طموحات كبار هيا وبعدين لازم يتراسي لهم باش يلحق لهم طموحات تاع ليدو ماذا بيا يكون منتوج عالمي كيما المنتوجات العالميه ولا ما يتباعش ليدو في الامريكان والكندا وليدو يتباع في فرنسا ويتباع ان شاء الله في السنغال ويتباع في مالي ويتباع في دبي يولي منتوج عالمي كما كان المنتوجات العالمية هما تاني كانوا كما احنا بداوا حاجة صغيرة يخلط منا ويدير منا ويعمر في البيدون وبعد ولات اوزين وعملتهم تاني الدولة
ولحقوا لو شركات عالمية باسم كبير ما يلحقوش هكذا برك. تما كاين طموحات الانسان يديرهم وبعدين يطلع لوزين تاعو وبعدين يافون سيستم باي سيستم كما يقول قوري بالعقل بالعقل، وبعدين لازم يدير طموح كبير. وان شاء الله هذا الطموح، الطموح ان شاء الله يولي ثاني كريدو اسم عالمي ان شاء الله. بحول الله بحول الله ان شاء الله. كلمه توجهوها الى كل المتعاملين اللي يتعاملوا معكم سواء الزبائن المستهلك، واش تقولوا لهم من هذا المنبر؟ تفضلوا الكاميرا امامكم. الاولى نشكر كامل المستهلكين والزبائن اللي راهم فيدال كما يقولوا، تسمى راهم فيدال البرودوي تاعنا، تسمى فيدال لا مارك، واللي راهم يعاونونا ثاني بخدمتهم. نشكرهم بزاف ونقول لهم ان شاء الله بالتوفيق عليكم وعلينا. وهذه هي سي البلوز امبورطون، سي كو قال لك من لم يشكر الناس ما شكر الله. دونك الانسان يشكر الناس باش يشكر ثاني ربي على النعمه اللي راهو فيها، والحمد لله ما شاء الله. حنا نشكر الناس على الثقه اللي داروها فينا، وحنا رانا نسهروا باش دائما نخدموا حاجه المنتوج يكون توجور في التحسن والتقدم، ونوعدكم باللي حيكون كاين جديده ان شاء الله من العام القادم بحول الله باذن الله. بحول الله. سعدت جدا باستضافتكم معي في بلاطو الحصاد وفي أول عدد من موسمه الجديد. نتمنى إن شاء الله ألقاكم في فرص أخرى بمنتوجات أخرى، ولما لا المنتوج تاعكم يكون عالمي، يكون خرج خارج الوطن بحول الله، لأنه شباب مثلكم هم شباب قدوة لشباب آخرين يسعوا إلى تحقيق الأفضل والأحسن للوطن الجزائر الحبيب. بارك الله فيك. أنا تاني من جهتي باسم ليدو وكامل شركة ليدو نشكره جزيلا، نشكره بزاف بزاف، الطاقم الفني اللي كان معنا حاضر معنا، والمؤسسة الدعم تاني، ونشكره رئيس هذه الحصة ما شاء الله عليكم، ويعطيكم الصحة على الاستضافة هذه. شكرا. ما شاء الله. القناة قناتكم، مرحبا بكم في أي وقت، وحدة من هذا المنبر برنامج الحصاد دائما يكون بحول الله باب إلى الشركات التي تقدم الأفضل وتساهم في اقتصاد وطني رفيع بحول الله. ما شاء شكرا الله. شكرا لكم. بارك الله فيكم. ألقاكم في فرص أخرى بحول الله. بارك الله فيكم. شكرا. مشاهدينا الأفاضل، أشكر شركة سال بيسكوي فارس بمنتوج جودي، وهو الراعي الرسمي للبرنامج السيد بوجليدة سفيان، ولكل طاقم هذه الشركة. أيضا ما ننساش نشكر شركة أتلانتيس للديكور وأيضا الأفرشة المتواجدة بدراريا، وكل من ساهم من بعيد من قريب في تقديم أحسن صوت لكم مشاهدينا وأجمل صورة من هذا الطاقم الشاب المتواجد معي سهرة اليوم. مهما كانت تحديات الحياة التي تواجهك، دائما عليك أن تنظر إلى قمة الجبل، فأنت بهذا تتذكر العظمة وتنظر إليها لأن تصل إليها بين يوم من الأيام. أشكركم مشاهدينا الأفاضل، أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى